معظم الاستطلاعات او الاخبار التي تاتي من مراكز الاقتراعات المختلفه في الولايات المتحده تشير الى ان الناخب الامريكي حتى الان غير واضح اي من الكفتين يميل لها بشكل اساسي، وهذا سيجعل من الانتخابات بشكل اعتقد اعتقادي الشخصي ان النتيجه لن تظهر بشكل واضح، حتى مش هنفترض حتى في اليوم التالي، اعتقد الموضوع قد يستمر أعتقد بضعة من الأيام. وإذا دخلنا في بعض النزاعات القضائية في بعض الولايات كما هو متوقع أن المنافسة تكون محتدمة بشكل كبير في ولاية بنسلفانيا على سبيل المثال، فأعتقد الموضوع قد يستمر لفترة أطول في بعض الولايات. خليني اخد من الجزئيه اللي حضرتك طرحتها دي يا دكتور ميلاد، ويعني هل ممكن يكون في عمليه من التشكيك بعد النتيجه؟ يعني زي ما شفنا ترامب يمكن كان ليه تعليق او كان بيلمح بالتشكيك او من نتيجه الانتخابات المبكر، وحتى قال يعني احذروا فانهم يسرقون الانتخابات منكم. هل نقدر نقول ان ده تمهيد لحاله تشكيك او ان ترامب هيطعن على نتيجه الانتخابات الامريكيه ده في حال هزيمته؟ طبعا تصريحاته السابقة بتشير إلى أنه عنده حالة من حالات التخوف بالنسبة لنتيجة الانتخابات وحدوث عمليات اختراقات أو تجاوزات في الانتخابات، لكن ما يلفت النظر في هذا الموضوع اللي حضرتك طرحتيه هو ما أدلى به النهارده في المؤتمر الصحفي السريع اللي عقده بعد ما أدلى بصوته. فمن أحد أسئلة الصحفيين سألوا عن السؤال اللي حضرتك بتقولي هل ستقبل نتيجة الانتخابات أيا كانت؟ فكانت إجابته يعني حل وسط، فقال إن سأقبل الانتخابات عندما تكون عادلة. يعني هو بيطرح معضلة كبيرة اللي هو لو فاز الدولة. هو في حالة فوزه هيشوف الانتخابات عادلة، لو في حالة هزيمته هيشوف الانتخابات غير عادلة. يعني حضرتك صحح لي برضه. بالفعل، بس هو بيطرح أعتقد موضوع أكثر اتساعا، ليس فقط من مجرد النتيجة، هو بيطرح أسئلة عميقة وكبيرة للغاية على نزاهة العملية الانتخابية وممارسة العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، هي بتعتبر واحدة من أكبر الدول الديمقراطية في العالم، وهذا بالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية في 2022 قامت بإجراء بعض الإجراءات الهامة للغاية لضمان نزاهة الانتخابات وسد الثغرات اللي هو كان يعني في 2020 كان بيزعم أنها كانت موجودة وساهمت في قلب النتيجة. وكان طبعا ما هو معروف لنا جميعا ما حدث يوم 6 يناير عندما حدث هجوم على الكابيتول الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية. فمعظم الادعاءات أو ما يقوله دونالد ترامب فيما يتعلق بالتجاوزات أو الاختراقات الخاصة بالنسبة للشفافية في العمليات الانتخابية، الجهات المسؤولة عن إجراء الانتخابات عملت بشكل كبير على أنها تعالج مثل هذه التجاوزات. يعني مثلا على سبيل المثال الصناديق الاقتراع في الولايات المتحده الامريكيه كلها مزوده باجهزه التتبع جي بي اس، معرفه المواقع. مراكز الاقتراع نفسها اصبحت لها نوافذ كبيره حتى يستطيع الجميع متابعه ما يحدث بالنسبه لحصر وعد الاصوات المختلفه. اذا فعمليه التجاوزات اللي بيشير اليها دونالد ترامب على الارض في الواقع اعتقد يعني نسب وجودها ستصبح ضئيله للغايه. قبوله أو رفضه لنتيجة الانتخابات زي ما حضرتك أشرت، إذا فاز سيصمت الجميع، لكن إذا تعرض لهزيمة هنا بقى ستطرح تساؤلات كثيرة، ليس فقط برد فعل دونالد ترامب ولكن أتباع ومناصرين دونالد ترامب كيف سيتجاوبوا، كيف سيتم يعني يتعاملوا مع هذا الأمر إذا كانت النتيجة لم تكن في صالحهم.